أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم يعلن جاريد كوشنر ومستشار وأيضا سهر الرئيس الأمريكي أن اليوم تاريخي بوجود تطبيع بين إسرائيل وبين الإمارات العربية المتحدة، فيما تغريدة محمد بن زايد تؤكد على أنه بعد الاتصال الهاتفي الذي حدث بين نتنياهو وما بين ترامب وبينه أعلن عدم ضم أجزاء من الضفة. وهنا يطرح السؤال الأول، هل الأمر يتعلق بتعليق قرار ضم أراض من الضفة الغربية؟ هذا هو الذي قال به كوشنر في مؤتمره الصحفي. أما بالنسبة لقرقاش والخارجية الإماراتية فأكدت على تجميد، وبينهما فروق. هذه أولا. ثانيا، هل يبيع الأمريكيون نفس السلعة؟ لأن بعد ما هدد الملك الأردني الهاشمي بصدام كثيف مع الدولة الإسرائيلية، أصبح هناك أيضا من يريد بيع نفس السلعة للإمارات على ضوء التطبيع. فهل الأمر متعلق بالأردن أم هو متعلق بالإمارات العربية المتحدة وتطبيعها في انتظار أفق جديد؟ إن كانت المسألة تتعلق باتصال هاتفي فقط، يعني أن الأمر لم يكن مهيئا له من قبل، فيما كوشنر يعتقد جازما أن هناك أكثر من سنة ونصف في إعداد هذه الطبخة التي خرجت اليوم، فلماذا بالتحديد كانت اليوم وليس البارحة أو ما قبل البارحة؟ عندما يفصل كوشنر أن المسألة تتعلق بترامب وأن هناك إعطاء نوع من الأمل بالنسبة للشعوب وللشرق الأوسط ولإعادة تدوير ما يسمى بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية واستعادتها في أجواء المسلسل الانتخابي الجارف مع جو بايدن استعدادا منه لاقتناص بعض النقاط، فإن الأمر أعقد من ذلك. وهذا ما توضحه تماما وثيقة المفتش العام والصادرة تحت الرقم ISPI 2019 ولغشت 2020، وفيها تحديدا مراجعة ريفيو أو تحقيق الدولة الأمريكية في عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي تابعة بالتحديد لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية لمساعد وزير الدفاع كلارك كوبر. وبالنسبة لهذه المعلومات في هذا التقرير فهي سنسيتيف، أي حساسة، لكنها ليست مبوبة تحت بند السرية. وهنا تتأكد مسائل كثيرة، منها 22 سلاح نحو السعودية والإمارات والأردن، وهي بحوالي 8 مليارات و100 مليون دولار. انظروا جيدا إلى الوثيقة فهي 8.1 بليون دولار. إذا نحن أمام تحقيق في كل ما يجري بالنسبة لأكثر من 22 سلاحا، 22 سلاحا، 15 إلى 22 منهم سلاحا يؤثرون أو قد يؤثرون في المدنيين وفي القتل المدنيين. ومنذ ماي 2019 بدأت هذه المخاطر تتوسع حسب هذا التحقيق، والذي شمل الأردن رغم أنه في الهامش الرابع للصفحة الأولى، فإن الأمر يتجاوز الأردن إلى التدقيق في الخليج العربي، خصوصا ما يتعلق بحرب اليمن. وهنا في الصفحة التاسعة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تريد خفض الضحايا المدنيين، minimize civilian casualties. وهنا سنضع أن هناك 6 إلى 5 من الحالات التي هي موجهة إلى الدفاع وإلى حرب اليمن تحديدا هي في حدود 3.8 بليون دولار أو مليار دولار، وهي تحت الملحق A، وهو ما يستوجب صعوبة كبيرة جدا، لأن الأمر يتعلق اليوم بحدود طبيعية بالنسبة لحرب اليمن. هذه الوثيقة التي هي تحت التحقيق
وهناك 8 مليارات و100 مليون دولار اليوم تحت التحقيق، هي التي دفعت إدارة ترامب إلى اقتراح على إسرائيل أن تعمل مع الإماراتيين لتجاوز هذا الوضع، لأن الأمر يتعلق بهذا التحقيق وبمخلفاته وبانعكاساته وبأبعاده في حال إن أتى جو بايدن. ولكنه إن شمل تحت الأمر الإسرائيلي فإن المسألة ستكون مطوية بالكامل، لا من الديمقراطيين ولا من الجمهوريين. لذلك فهذا الرأي هو رأي ترامب تحديدا، والحاجة الإماراتية إلى طي هذا الملف وإلى طي هذا التحقيق وطي نتائجه هو الذي سبب مباشرة في هذا التطبيع، الذي هو ليس أكثر من ضرب عصفورين بحجر، تعليق، مجرد تعليق لضم أراضي من الضفة، وهذا لا يعني شيء بالنسبة لي لأن القرار قد حدث والخطة لترامب قد حدثت، وهي اليوم مجرد تعليق زمني وليس تعليقا لا سياسيا ولا قانونيا في هذا الموضوع. هذا التعليق الزمني هل يدفع إلى التطبيع مع الإمارات؟ هذا سؤال كبير تجيب عنه الوثيقة. التحقيق والمخاوف من الوصول بهذا إلى أسماء معينة، خصوصا محمد بن زايد، وأيضا بالنسبة لإدارة ترامب، وطي هذا الملف هو الأساس في هذه العملية التطبيعية. هذه أولا. المسألة الثانية والخطيرة جدا هو الرد على تركيا، لأن الإمارات شعرت بصعوبة كبيرة بعد تهديد وزير الدفاع خلوصي أكار للإمارات بأن الرد سيأتي في الزمن والمكان المناسبين كما تختارهما أنقرة، وكان من الصعب جدا بالنسبة للإمارات أن تتلقى هذه الضربة لوحدها، لأن هناك عزل بالكامل. أردوغان لا زال لديه علاقات مع الملك سلمان السعودي، ولا زالت الأمور بالنسبة لمصر ليست خارج السيطرة، لأن أردوغان لا يريد مصادمة السيسي ويفاوضه بطريقة غير مباشرة عبر إدارة ترامب. هذا أمر معروف، لكن استهداف مباشر لتركيا للإمارات، وتحديد أن الرد لم يكن هناك أبدا لأي بلد بما في السعودية ولا كامل الحلفاء بما في فرنسا ولا مصر، لم يقل مسؤول تركي على أنني سأستهدف أو أن الدولة ستستهدف دولة معينة أو نظاما معين أو اسما معين. في كل هذه الحرب رغم اشتدادها فإن ليس هناك تعيين للضرب أو الرد، لكن الرد التركي في ليبيا وفي المتوسط وفي الشرق الأوسط حدد له خلوص أكار فقط الإمارات، وهذا الرقم يصعب على أبي ظبي أن تواجهه لوحدها، ولذلك قررت المظلة الإسرائيلية. إذن الخوف من القضاء خصوصا بعد التحريك الذي حدث مع الجبري ووصول هذه القضايا في التصفية إلى القضاء، وخوف الإماراتيين من نفس العملية مع الأسلحة الموجهة إلى اليمن وحرب اليمن في تحريك القضاء الأمريكي، لأنه لم يعد هناك طابو. عندما نجد على أن الجبري يقاضي محمد بن سلمان، فحرب اليمن قد تقاضي محمد بن زايد ويسقط الرقمان. ولذلك فبالنسبة لهذا التدخل هو تدخل من الإدارة ترامب ومن الإدارة الأمريكية من أجل طي هذا الملف بالسرعة الكافية التي تمكن من عدم إدخال هذه الصفقات وهذه التحقيقات الجارية إلى القضاء الأمريكي. إذن كان مهما جدا بالنسبة للإمارات ولإسرائيل أيضا من الوصول إلى بعض الأهداف المحددة لدعم ترامب، لأن من المهم جدا أن إدارة ترامب المتراجعة أمام جو بايدن أن يكون هناك دعم بتحريك مسلسل السلام، ويكون هناك، لأن في المنطقة ليس هناك إلا حرب قريبة في ليبيا ما بين حليفين المصري والتركي، هناك أيضا داخل الناتو انشقاق خطير
بين عضويها اليونان وتركيا وتركيا وفرنسا. إذن الأمر متعلق بتفجير في المتوسط، هذا ما لا تريده إسرائيل، تريد إعطاء نبذة أخرى، مسار آخر من السلام قد يفضي إلى تهدئة ووقف هذا التصعيد في المنطقة. إذن الكل يخدم مصالحه، لكن الإسرائيلي يركز بشكل كبير على تطبيع قادم كما قال كوشنر مع بلدان أخرى بعد الإمارات، لأن الإمارات هي لديها تحالف، وهذا التحالف سيكون هو الهدف الرئيس بالنسبة للتطبيع الإسرائيلي. إذن محاولة إنقاذ محمد بن زايد من القضاء ومن التحقيق الجاري الرسمي اليوم حول الأسلحة الموجهة إلى حرب اليمن، وبالنسبة أيضا لمحمد بن سلمان ومحاولة الضغط عليه من الجبري بقضية الجبري من أجل متابعة محمد بن زايد في هذا المسار. إذن الأمر متعلق بضغوط إضافية على الرياض، وهذا ما قد يصدم الكثيرين، لأن المشكل ليس في الإمارات وإنما في ما بعد الإمارات، لأن الإمارات أصلا كما كشف عنها يوشي ميلمان في معاريف ونقلتها جيروزالم بوست ونقلتها كل الصحف، فإن الأمر يتعلق بإمارة أبو ظبي بعيد عن باقي الإمارات الأخرى، دبي وعجمان إلى آخره. فبالنسبة لإمارة أبو ظبي أكثر من 15 سنة وهي ذات علاقات أمنية وتجارية مع إسرائيل، وهذا ما كرسه يوشي الذي هو من كشف قضية تسليم معدات من الإمارات إلى إسرائيل في قضية كوفيد-19 أو كورونا. إذن هذه الشخصية المحللة والتي ذات مصداقية في الصحافة الإسرائيلية كشفت بشكل واضح أن العلاقات كانت علاقات منذ سنوات، منذ 25 سنة، وتعززت في 15 سنة الأخيرة. وبالنسبة أيضا لما قاله كوشنر أنه منذ آخر اتفاق في 1994 مع الأردن، فإننا نجد الإمارات أمامنا اليوم بعد 26 سنة. إذن بالنسبة للمسار وإدارة ترامب فهي تفكر بهذا الصعيد، هو إعلان وكشف هذه العلاقات الإسرائيلية الإماراتية التي كانت متسترة، كشفها للعموم، لأن بالنسبة لميرمان مرة أخرى وفي معاريف مرة أخرى فإن هناك اتفاق ما بين شركة رافائيل الدفاعية وما بين جروب 42، وهذه الشركة لديها في أبي ظبي منصة. وأيضا بالنسبة لما قام به الرجل يسكن سنغافورة ويعطي أطايكو خفي بعدا جديدا بالنسبة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، هذه الشخصية، هذا الاعتبار الذي حدث. ونحن هنا نذكر على أن المسألة تتعلق أولا بالآليات الأمنية وبرنامج التجسس المعروف ورافائيل وجروب 42 وأيضا بالنسبة لألبتس وغيرها، يعني هناك عقود من 2017 كشف عنها العقود الدفاعية والعسكرية والآليات الأمنية كلها والبرامج الأمنية كلها الإماراتية قادمة من إسرائيل، يعني بنسبة 90% على الأقل. إذا نحن أمام تطبيع كامل على كل الصعد، فلم يبقى هناك إلا أمر مباشر هو إعلانه على الملأ، وهو ما حدث اليوم. لذلك فالمسألة بالنسبة للتهرب والهروب من دفع استحقاق حرب اليمن، هذا هو الذي جعل التطبيع سريعا وضاغطا، ويمكن أن يدفع أيضا بالرياض إلى نفس الاتجاه. ولذلك فبالنسبة للإدارة الأمريكية واستغلالها لهذه الورقة، لأن التحقيق هو اليوم حساس
وينشر معلومات حساسة، وفي نفس الوقت هو لا يجعلها ضمن السرية ولا ينشر باقي المعلومات السرية التي يمكن فعلا أن يتضرر منها كل من سلمان ابن سلمان ومحمد بن زايد، وكلاهما قد يدفع ثمنا مباشرا وسياسيا هو في العلاقة مع إسرائيل ووضع أمنهما تحت بند الإسرائيلي، لأن هذا يجمع عليه كل من الديمقراطيين وجو بايدن وأيضا ترامب وإدارة ترامب. إذا المسألة هي تتعلق بالأساس بإعطاء حصانة لمحمد بن زايد. ما يحدث اليوم هو إعطاء حصانة لمحمد بن زايد أمام التهديد التركي لخلص أكار، وأمام التهديد المباشر بالنسبة لبعض المؤسسات الأمريكية والتحقيقات الجارية، وأيضا بالنسبة للتسوية مع الجبري أيضا، فكلها حزمة واحدة. وهذا ما نؤكده في أسرار شرق أوسطية، بأن المسألة مدنية وتتعلق بأموال ستدفع بالنسبة للجبري وإطلاق ابنيه عمر وسارة، وينتهي هذا الموضوع. وهذا ما تجري اليوم به المفاوضات من أجل تسوية كاملة. الإسرائيلي يضغط بقوة من أجل تسوية كل هذه الملفات دفعة واحدة، وهو يربح لأنه لا يدفع إلا قضية تعليق زمني لقضية الضم، لأنه مستقبلا سيقع الضم مرة أخرى. وهذه الخطوة لا يعني أننا أمام تطبيع تاريخي وأمام تعليق لخطوة في داخل خطة هي اليوم سارية المفعول، ويدافع عنها ترامب بشراسة. وبعد سرد هذه المعطيات قد نؤكد بشكل جازم على أن كل من إسرائيل والإمارات وكل الحلفاء اليوم هم يصوتون قبل الأمريكيين على الرئيس ترامب، والرئيس ترامب هو الذي طلب من أجل ضبط المعادلة مرة أخرى، لأنه بالنسبة إليه أصبح الأمر مع جو بايدن كأنه فقد السيطرة، ولذلك فالكل يريد الاستثمار من أجل إبقاء ترامب في البيت الأبيض. هذا أحد الأهداف الرئيسة بالنسبة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي. إلى اللقاء.